دمار هذا فشي من مكان سالك. ايش بتسوي قاعدين هنا؟ والله صح شهيد ابني استشهد هو واولاده الثلاث من اول من ثالث يوم الحرب. وهي محله والمدينة مضروبه. بعد ما انسحبوا اليهود رجعنا على دارنا. شوفوا المعسكر هذا مش دار بنفعش. تفرجوا دمار غير شكل. طلع هذه غرفه الاولاد، هذه غرفه فشي فيش ولا دار على حالها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. كله دمار دمار، وين مكان دمار وين مكان. طلع الدار كلها دمار. بعد ما اشتحى المعسكر هيك شايفين رجعنا والدار لقيناها مقصوفة. بعدين ما نعمل ونعمل صار عشان نسكن. طبعا الدمار كبير جدا، الامور صعبة للغاية، البيوت مهدمة بشكل يعني ما يطاق. طبعا جينا كواجب يعني انساني نحن ننتقل الشهداء ونتفقد ان كان هناك جرحى.